كل أمة لها رسول، ولا بد أن تتحقق ذلك. أما معرفة الله جل وعلا بأنه خلقنا، فإذا لم يهتد الإنسان إلى ذلك في نفسه فإن أمامه أشياء كثيرة كثيرة جدا تدل على أن الله هو خالقه، من المخلوقات المشاهدة كما قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسواء قلنا في قوله أنه الحق الرسول أو الدين الذي جاء به، كله سواء، وهو يشمل هذا وهذا، يتبين أن الرسول حق جاء من عند الله، وأن الدين الذي جاء به حق جاء من عند الله، كله يتبين بذلك في النظر. الله جل وعلا جعل في الإنسان عقلا منذ خلقه، فطره على فطرة المعرفة، معرفة المؤثر، أن كل أثر له مؤثر ولا بد. حتى الطفل الصغير إذا ضرب وتألم، لو قلت له ما أحد ضربك، اسكت ما أحد ضربك، ما يقتنع بذلك ولا يرضى، حتى تقول أضرب من ضربك، من الذي ضربك وعاقبه، عند ذلك يقتنع، لأنه يعرف أن الضرب له ضارب، الأثر له مؤثر. هذا أمر مفطور عليه المخلوق حتى الصغير الذي ما ميز حتى الآن. فلهذا إذا نظر الإنسان ما حوله من الجبال ومن الأشجار ومن الأنهار ومن البحار ومن السماء والنجوم والرياح والسحاب والأمطار وغيرها، لا بد أن يكون لهذه موجد أو جبهة، لأنه لا يمكن أن يكون جبل يوجد جبل، ولا شجرة توجد شجرة، ولا إنسان يوجد إنسان، ولا يمكن أن تكون سيارة أوجدت سيارة صنعت سيارة. لا بد أن يكون الموجد غير هذا الذي نشاهده من الموجودات، ولا بد أن ينتهي العقل إلى شيء يقتنع به. لأنه لو قيل مثلا هذا المخلوق أوجده مخلوق أكبر منه، ذلك المخلوق من الذي أوجده؟ أوجده مخلوق آخر، ثم تتسلسل الأمور إلى ما لا نهاية، وكل هذا باطل، دليل على البطلان تسلسل. فلا بد أن تنتهي المسألة عند خالق عليم بصير قدير بيده ملكوت كل شيء. هذا من الآيات التي يدركها العقل كله بالمشاهدة والنظر.